مدرستة إذا لم تكن معتادا عليه، لكنك قد تجده فيما بعد إضافة عظيمة لنظامك الصباحي. ويعجبني مفهوم فارس للرياضة في الصباح الباكر، فهو لا يمارسها للوصول إلى الوزن المناسب، ولا ينفق وقتا طويلا في ممارستها، وإنما فقط للحفاظ على تركيزه العقلي وتنشيط دورته الدموية، ولا يقضي سوى أقل من دقيقة لتحقيق ذلك. أما الممارسة الرياضية الحقيقية فيقوم بها فارس في المساء. أنا شخصيا أفضل تمارين الإطالة، فالقيام بها يجعلني أشعر بالمرونة ويساعدني في تصفية ذهني. لعلك تستمتع بممارسة أنماط أخرى من النشاط البدني، مثل تمارين الضغط أو القرفصاء أو محاكاة حركات التجديف. أكرر مرة أخرى، لا مفر من التجريب حتى تجد ما يناسبك. يقول فارس إن تناول الشاي يساعده على شحذ ذهنه، مما يجعله أكثر قدرة على التركيز، وبالتالي وضع أولوياته لذلك اليوم. إذا كنت ممن لا يستمتعون بشرب الشاي، فيمكنك أن تضيف تناول سوائل أخرى بدلا منه إلى نظامك اليومي، بل هو ضروري في رأي البعض. أنا أفضل تناول الماء عندما أستيقظ، ثم أتبعه بقدح من القهوة الأمريكية في ستاربكس. قد تفضل كوبا من عصير البرتقال أو لبن الصويا أو عصير التوت البري غير المحلى. يمكنك اختبار بعض المشروبات ومراقبة تأثيرها. لاحظ كيف تتغير مشاعرك بعد تناول كل منها. يرى فارس أن كتابة يومياته تجعله أكثر سعادة وأقل توترا، وهي تعطيه فرصة ليتأمل حياته، وخصوصا الأشياء التي يشعر تجاهها بالامتنان، وهو قادر على أن ينحي جانبا طبيعته الشخصية ويستغرق في الشعور بالامتنان للظروف الطيبة التي يحظى بها. أنا لا أكتب يوميات شخصية هذه الأيام، ومعظم كتاباتي تركز على تأليف مادة يقرأها الآخرون، كتب على سبيل المثال أو مدونات أو رسائل إلكترونية وغير ذلك. وأؤكد رغم قولي هذا أنني أدرك فائدة كتابة اليوميات التي يحاول فارس لفت النظر إليها، ذلك أن واحدا من نشاطاتي المفضلة هو أن أجلس في سيارتي وأفكر في مكانتي في الحياة وفي أهدافي وإنجازاتي والأشياء التي تدعوني للامتنان. قد يبدو هذا النشاط غريبا بعض الشيء، ولكنه في الحقيقة دائما ما ينعش نظرتي للأمور. إذا لم تكن قد جربت كتابة يومياتك من قبل، فلعل الآن هو الوقت المناسب كي تحاول. اكتب عن المشاعر التي تعتمل في داخلك، وانثر على الورق الأهداف التي تود أن تسعى وراءها في المستقبل، وراجع العطايا الجديرة بالامتنان في حياتك. ما ستكتبه هو لعينيك فقط، لا تشغل بالك بأن هناك من سيقرأ كلماتك ويسخر منك. امنح نفسك حرية تسجيل أفكارك كلها، حتى لو بدت غريبة لعيون الآخرين، ولا شك عندي أنك سوف تجد هذا النشاط مجددا للطاقة ومعالجا على حد سواء. الروتين الرابع، كيفن أوليري وصباحه ذو الأولويات الثلاث. كيفن أوليري لديه جدول أعمال يومي مزدحم، بالإضافة لكونه عضوا رئيسيا في هيئة المستثمرين المشاركين في البرنامج التلفزيوني شارك تانك، فهو يدير شركة استثمار أوليري فاينانشال وشركة مشروبات أوليري فاين واينز، وهو أيضا مشارك منتظم في عدة شركات إذاعية، وانتهى من تأليف ثلاث كتب. ودخل أوليري في مجال السياسة مؤخرا وكأنه ليس مشغولا بما يكفي. كيف يتعامل أوليري مع ذلك الجدول المكدس بالمهام؟ الإجابة هي أنه يعتمد على روتين صباحي الذي يعلن أنه يعزز قدرته على الإنجاز ويساعده في العبور من أول اليوم إلى آخره بسلام. إنه يستيقظ مبكرا في العادة قبل السادسة إلى ربع صباحا، ثم يبدأ يومه على دراجة التدريبات، حيث يلتهم التقارير الصادرة من أسواق السندات الآسيوية والأوروبية. وعندما ينتهي من قيادة الدراجة الرياضية التي تستمر لما يقرب من ساعة، يتوجه إلى مكتبه. وما أن يصل أوليري إلى مكتبه حتى يبدأ الجزء الأساسي من نظامه اليومي، وهو يركز 100% من تركيزه على إنجاز قائمة مكونة من ثلاث مهام، وقد سبق إعدادها في الليلة السابقة حتى لا يهدر وقته الثمين في ذلك الأمر في الصباح. يتجاهل أوليري كل شيء
حتى ينتهي من إنجاز تلك القائمة ذات البنود الثلاث. فهو لا يرد على رسائله الإلكترونية أو النصية، بل لا يقرأها، ولا يرد على أي مكالمات تلفونية أو يشاهد التلفزيون، وأيضاً لا يشارك في أي اجتماعات. يرى أوليري أن الالتزام بهذه القائمة له دور أساسي في تكثيف قدرته على الإنجاز، كما ينبه إلى ضرورة عدم إضافة أي بنود أخرى إلى قائمة المهام، إذ يرى أن ذلك سوف يؤدي في الغالب إلى زيادة العبء، ومن ثم إلى الفشل. لقد وجد بخبرته أن ثلاثة هو العدد المثالي للمهام. ينتهي أوليري من مهامه الثلاث، وعندئذ فقط يبدأ في الاطلاع على الرسائل الإلكترونية والاستجابة للرسائل النصية، كما يعيد الاتصال بمن حاولوا الاتصال به تلفونياً ويشارك في الاجتماعات. خواطر حول الروتين الصباحي لكيفن أوليري. البساطة هي سر جمال الروتين اليومي لأوليري، فهو يتريض بينما يتعرف على نبض أسواق السندات العالمية، ثم يعمل على قائمة أولوياته التي لا تتجاوز ثلاثة بنود. من المهم أيضاً ملاحظة أن نظام العمل في المكتب شديد التركيز وله هدف محدد. يزيل أوليري كل شيء إلى خلفية اهتماماته. أما بؤرة ذلك الاهتمام ففيها الأولويات الثلاث على قائمة مهامه الصباحية. يمارس أوليري الرياضة في الصباح، مثله في ذلك مثل كثير ممن لديهم برامج عمل مكثفة، ولعل السبب أنه يخشى أن يضيع وقته عنها لو لم يمارسها مباشرة بعد استيقاظه. إن ممارسة الرياضة هي واحدة من العناصر الأساسية في الروتين الصباحي للشخصيات التي تتربع على قمة هرم النجاح، ويؤكد هؤلاء أن الرياضة تجعلهم أكثر تيقظاً وقدرة على الإبداع، كما تشحنهم بالطاقة، وهم يشيرون كذلك إلى أن ممارسة الرياضة في الصباح تحسن انضباطهم الذاتي. أوصيك بأن تمارس الرياضة أنت أيضاً إن لم تكن قد بدأت في ذلك بالفعل. تذكر أنه ليس من الضروري أن تقضي ساعات في الصالة الرياضية، ولا أن تستمر في التدريب حتى يغمرك العرق. ابدأ ببعض تمارين الإطالة، وأضف إليها بعض تمارين الضغط، ثم قليلاً من تمارين القرفصاء. إذا وجدت أن أداء هذه التمرينات يجعلك تشعر بتحسن، أضفها إلى نظامك اليومي المعتاد، ثم بالتدريج أعمل على زيادة مدة التمرين أو شدته، إلى أن تصل إلى أقصى استفادة ممكنة تناسب ظروفك الشخصية. أما قائمة أوليري ذات الأولويات الثلاث فهي في رأيي أسلوب ممتاز تبدأ به مرحلة الإنجاز في الصباح، ولا شك أن ثلاث مهام هو قدر قليل بما يكفي حتى لا يكون إنجازها مجهدا، وفي الوقت نفسه فإن الانتهاء من ثلاث مهام لها أولوية كبيرة قبل بداية اليوم، يمكن أن تعطيك إحساسا أن لا شيء يقف في طريقك. كل مهمة يتم إنجازها في حد ذاتها مكسب، لا شك أن ذلك سيكون ملهما لك وأنت تواجه بقية تحديات يومك. الروتين الخامس، فران تاركنتون وتدريب تغذية العقل. صنع فران تاركنتون لنفسه اسما بارزا كلاعب محترف لكرة القدم. لقد ظهر في قائمة كرة القدم الأمريكية ل18 موسما قويا، تمكن من خلالها تحطيم الأرقام القياسية كلها في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية. ليست كرة القدم هي الاهتمام الوحيد لتاركنتون، بالإضافة لعمله معلقا رياضيا ذا شعبية عالية، يشارك في تقديم برنامج التلفزيون الواقعي That's Incredible، وقد قام أيضا بتأسيس شركة البرمجيات Software تاركنتون ووكالة استشارات Goal Small Biz وشركة للخدمات المالية تاركنتون Financial، وتمكن تاركنتون في خضم ذلك كله من تأليف عدد كبير من الكتب. يتبع تاركنتون مثله مثل كل أصحاب الإنجازات في هذه المجموعة جدول أعمال مكثف، وهو يعتبر أن نظامه الصباحي له دور أساسي في نجاحه. يقول تاركنتون: إن الالتزام بروتين محدد دائما ما يمنحني وضوحا في الرؤية وقدرا على التفكير بشكل إيجابي، والأهم من كل ذلك نتائج ناجحة لبقية اليوم. يتكون الروتين اليومي لتاركنتون من ثلاثة أنشطة رئيسية: 1- تقديم الرعاية للآخرين، 2- إمداد عقله بالوقود اللازم، 3- العناية بجسمه. يقوم تاركنتون برعاية الآخرين من خلال العناية بكلابه وإطعامها،
والخروج بها للتنزه، فاهتمامه بها وباحتياجاتها يجيء قبل اهتمامه بنفسه، وهو يجد أن القيام بذلك يجعله في مزاج نفسي متطلع للعطاء. يعود تاركينتون من نزهته فيجلس في منزله حيث يحظى بتلقي قدر هائل من المعلومات، فهو يقرأ عدة صحف متابعا تحقيقات عن موضوعات محلية وخارجية سواء كان ذات توجه محافظ أو ليبرالي. يلتهم تاركينتون المقالات في مجال الأعمال كما يقرأ أبواب الرياضة، ولا يمنعه عن ذلك أن يجد بعض تلك المادة المقروءة مملة. ويهدف تاركينتون من ذلك كله إلى تغذية عقله بوجهات نظر متباينة، وهو يقول إن ذلك يعطيه منظورا أوسع لرؤية الأمور ويحسن قدرته على التفكير. وينتهي تاركينتون من تغذية عقله ثم يبدأ في الاعتناء بجسمه، فيرتدي ساعته الرياضية الذكية فيتبت، ويستغرق في عمل بعض التمارين الخفيفة بينما يشاهد أحدث الأخبار في مجال الأعمال. يتبع ذلك تناول بعض السوائل مع إفطار مغذ يتكون من تشكيلة من ثمار التوت. يعتبر تاركينتون أن التغذية والرياضة لا سيما مع تقدمه في العمر هما عاملان فائقا الأهمية في منحه العمر الطويل مع الصحة الجيدة، وهو أيضا يرجع إلى هذين العاملين قدرته على التفكير الواضح، وهي أساسية لإدارة شؤون أعماله المتنوعة والحفاظ على جدول أعماله المزدحم. خواطر عن الروتين الصباحي لفران تاركينتون. إن أسلوب تاركينتون المتمثل في العناية بالآخرين قبل أن يهتم بنفسه مثير بالفعل للاهتمام، وتشير الدراسات إلى أن تقديم الرعاية للآخرين يعطي فوائد نفسية لمانح تلك الرعاية، ومن ذلك مثلا الشعور العميق بالرضا. إذا كان عليك أن ترعى أحد الوالدين أو تشرف على تناول أطفالك لطعام مناسب قبل ذهابهم إلى المدرسة، أو تصحب الكلب إلى نزهة سريعة في الخارج، فإنها كلها أشكال رائعة لبدء يومك. أنا على العكس من تاركينتون أتجنب الاستماع إلى الأخبار خلال روتين الصباح، بل إنني في الحقيقة أتعمد تجنب الاستماع إلى الأخبار طوال اليوم، لأنني وجدت أن ذلك لا يساعد على تحسين تركيزي أو رؤيتي للأشياء. أما وقد قلت ذلك فأضيف إليه أنني أفهم وجهة نظر تاركينتون، فهو يقرأ عدة جرائد ليوسع مجال نظرته للأمور، وهذا تدريب مفيد للغاية لبعض الناس خصوصا الذين قد يكون لديهم بعض التحيزات الشخصية. يتعمد تاركينتون مثلا قراءة بعض المقالات لصحفيين ليبراليين على الرغم من ميوله المحافظة، ويمكن في رأيي لأي شخص أن يستفيد من الجزء الثالث من روتين تاركينتون الصباحي، وهو العناية بجسمه. إن الرياضة ليست فقط لرفع معدل التحول الغذائي وتقليل التوتر ومنحك الطاقة، ولكنها أيضا تزيد من حضور ذهنك وتحسن قدرتك على الانضباط الداخلي. تعطيك الرياضة بالإضافة إلى ذلك كله إحساسا بالتحكم في يومك، بما أنك تقرر شكل الرياضة التي تمارسها ومدة تلك الممارسة. أما تناول طعام صحي فهو بلا شك أمر موصى به، إن تناول أطعمة غنية بالبروتين سوف يساعدك في تنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على القدر المناسب لك من الطاقة، وذلك بالتالي سوف يساعدك على الحفاظ على تركيزك في المراحل التالية من اليوم. الروتين السادس، سكوت آدمز وروتين الاستعداد الذاتي التلقائي ذو 20 دقيقة. سكوت آدمز هو العقل المدبر وراء ديلبرت، وهي واحدة من أنجح سلاسل القصص المصورة في الولايات المتحدة، لكن ذلك لا يعني أنها فقط ما لدى سكوت آدمز. لقد قام آدمز بتأليف عدة كتب ظهر بعضها على قائمة الأكثر مبيعاً لجريدة نيويورك تايمز، كما قام مؤخراً بإطلاق شركة ناشئة جديدة calendartree.com. يحتاج آدمز لشحذ قدرته على الإبداع كي يتمكن من إنجاز العمل المطلوب منه كل يوم، سواء كان ذلك كتابة قصة جديدة في ديلبرت ورسم الصور الخاصة بها، أو كتابة مراجعة لكتاب ما، أو إدارة شركته الناشئة. ولا شك أنه مجهود كبير ذلك الذي يحتاجه الرجل الذي أنتج أكثر من 10,000 قصة مصورة منذ عام 1989، وهو العام الذي انطلقت فيه ديلبرت. يعتمد آدمز إلى حد كبير على نظامه اليومي،
وهو بسيط إلى حد مثير للدهشة. يستيقظ آدمز في 5 صباحا، وفي 15 دقائق تقريبا يجلس أمام مكتبه، حيث يستمتع باحتساء قدح من القهوة. يتناول معه قالبا صغيرا من البروتين. يؤكد آدمز أن لهما معا مذاقا رائعا، ويظل هناك في انتظار هبوط الإلهام عليه. يستغرق هذا الروتين 20 دقيقة. يقرأ آدمز خلالها الأخبار، وهو يفضل قراءة الأخبار التي تدعو للتفاؤل في مجالي الأعمال والتكنولوجيا، على حين يتجنب قراءة أخبار السياسة المثيرة للإزعاج. يؤكد آدمز أن هذا الروتين الصباحي ليس له سوى هدف واحد، أن يضع عقله في وضع استعداد حتى يتمكن من مضاعفة الاستفادة من الإلهام عندما يهبط عليه. يقول آدمز إنه لا يمكنه بالطبع أن يستدعي الإبداع، وإنما كما يقول عن نفسه: أضع مصيدة جذابة وأنتظر. ولا تتضمن تلك المصيدة سوى أن يجلس ساكنا إلى مكتبه، وفي إحدى يديه قدح من قهوته المفضلة، وفي الثانية قالب من البروتين المركز، كأنه صياد يحمل أدواته. ويلتزم آدمز باتباع هذا النظام بالخطوات نفسها والترتيب نفسه كل صباح منذ سنوات طويلة، وهو يؤكد أن هذا الروتين لم يحسن قدرته على الإبداع فحسب، ولكنه أيضا عزز من قدرته على الإنتاج. وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لآدمز، لأن طاقته الإبداعية عادة ما تبدأ في الانحسار مع انقضاء ساعات النهار، ولهذا السبب هو يحاول أن يعتصر أقصى فائدة منها في ساعات الصباح الباكر. خواطر حول الروتين الصباحي لسكوت آدمز. يضبط آدمز جرس المنبه كي يدق في 5 صباحا، وبرغم ذلك فهو يستيقظ أحيانا مبكرا عن ذلك الموعد، في 3:30 مثلا، ويعتبر أن الفارق بسيط، فيغادر فراشه ويبدأ يومه بدلا من أن يعود إلى النوم. الحقيقة أنني أنصح عادة بتجنب هذا الأمر. إذا كنت تستيقظ مبكرا عن موعد جرس المنبه، فإن الأمر بالتأكيد يستحق أن تبحث عن السبب. فهل أنت مثلا تشعر بالقلق أو بالتوتر لسبب ما؟ أم لعلك استهلكت قدرا أكثر مما يجب من الكافيين قبل نومك، مما جعله من الصعب بالنسبة لك أن تنام نوما هادئا لفترة كافية؟ إذا ضبطت جرس المنبه لينطلق في وقت محدد، بما يوفر لك وقتا كافيا من النوم في تلك الليلة 7 أو 8 ساعات، فإن الاستيقاظ قبل ذلك الموعد بساعة ونصف يعد بالتأكيد انتقاصا من القدر المطلوب من الراحة، وسوف يؤدي ذلك مع مرور الوقت إلى دين عليك قضاؤه من النوم، وينتهي به الأمر إلى التأثير على قدراتك الإدراكية. ومما يحسب لآدمز أنه يعترف بأن أسلوبه في هذا السياق قد لا يكون مثاليا. صرح آدمز على موقع businessinsider.com قائلا: سوف أنام عندما أموت، وقد يكون ذلك قريبا، فالأبحاث العلمية تخبرنا أن نوم 4 ساعات في الليلة في المتوسط هو عادة ليست صحية. ويؤجل آدمز التمارين الرياضية حتى بعد موعد الغداء، إذ لاحظ أن الرياضة في الصباح لا تساعد كثيرا في تنشيط قدرته على الإبداع التي هي على قمة أولوياته. وهذا في الحقيقة مثال جيد على أن الروتين اليومي الجيد لشخص ما قد لا يكون مناسبا لشخص آخر. فأنا على سبيل المثال أرى أن بعض تمارين الإطالة تعزز طاقة الإبداعية، وكما يقول المثل: للناس فيما يعشقون مذاهب. ولا شك أن الإبداع الذي قدمه آدمز على مدى سنوات والنجاح الذي حققه يؤكدان أن الروتين الذي يتبعه مناسب له للغاية. يبدأ آدمز يومه كما أشرت بتناول قدح من القهوة، وكثير من الناس يفعلون الشيء نفسه. لقد جربنا التأثيرات الإيجابية لاستهلاك بعض الكافيين بعد الاستيقاظ مباشرة، بل إن بعض الناس لا يمكنهم العيش من دون ذلك، أو يخافون أن يجربوا. ويبدو أن العلم يؤيد هذا الاستخدام، فالأبحاث توضح أنه يمكن أن يحسن المزاج ويرفع مستوى أداء العقل ويعزز انتباهه. كلمة موجزة عن القهوة: إذا كنت مثل آدمز واحدا من ملايين الناس الذين يعتبرون شرب القهوة جزءا من الروتين اليومي الذي يلتزمون به، فلعلك اعتدت على فعل ذلك لسنوات طويلة. فإن كان الأمر كذلك، لاحظ أن استهلاكك للكافيين القائم على العادة قد لا يكون هو الاستخدام الأمثل،
كن مستعداً للتجريب. إذا كنت في الوقت الحالي على سبيل المثال تستهلك 40 أوقية لتر من البن كل صباح، فلتقلل الكمية إلى 20 أوقية، ثم لاحظ إن كان ذلك له أي تأثير على مستوى طاقتك وقدر انتباهك. يمكنك أيضاً أن تتناول قرصاً من الكافيين ومعه 20 أوقية نصف لتر من الماء. ومن الأنواع الأكثر رواجاً نودوز وفيفارين، وقد تلاحظ أن ذلك يجعلك أقل توتراً وأكثر قدرة على التركيز. كثير من الناس يشربون القهوة في الصباح رغم أن ذلك يسبب لهم متاعب في الجهاز الهضمي، فهم يعتقدون أن ازدياد مستوى التيقظ الذي يمنحه الكافيين لهم هو مقابل مناسب للمتاعب الجسمانية التي قد يمرون بها. يجب على هؤلاء أن يدركوا أن الكافيين قد لا يكون سبب المشكلة، فالقهوة المنزوعة الكافيين تتسبب في متاعب مشابهة عند آخرين. إذا كنت ممن يعانون من هذه المشكلة، فيمكنك بدلاً من شرب القهوة أن تجرب مشروبات أخرى بديلة من محفزات الطاقة التي تحتوي على الكافيين، مثل مشروب المتا والإسبريسو والشاي الأسود. ويمكنك أيضاً أن تجرب المشروبات التي لا تحتوي على الكافيين، مثل شاي الجينسينج وعصير الرمان، وكلاهما معروف بتعزيز الطاقة. الفكرة الأساسية هي أن تكون منفتحاً على الأساليب الجديدة وأنت تصمم الروتين المناسب لك، فليس هناك طريقة أخرى أفضل من ذلك تمكنك من معرفة أي الممارسات تناسبك. الروتين السابع،